لقيت واحد المرحاض هنايا، وفاش فقت اليوم في الصباح جيت لقيت واحد التراك تبين كتريف فيه، فاش جيت كنسقسي بعض الاخوان هنايا ما عارفينش علاش هذا المرحاض تبنى وهذا المرحاض تريب، وإلا كانوا هاد الناس بيبنوا شي حاجه الله يرحم الوالدين بنوا شي حاجه تكون مزيانه اللي تزين منطقه انزا، لان حنا اول حاجه راه ولاد انزا وساكن في انزا، واخا ما عايشين فيها راه عايشين فيها بقلوبنا، وهاد الناس الله يرحم الوالدين اللي بيبنوا شي حاجه يبنوا غير مرحاض وحده غير العيالات، اول حاجه الا ما بيبنوا جوج يبنوا غير واحد يكون غير ديال العيالات، فين العيالات اللي كيبدلوا؟ كاين ولد اللي كدير ليه كرشو في البانياليس فين غادي تبدل ليه؟ على الاقل غير فين تبدل ولدها، فين تبدل هاد المراه اللي بغاتها تسترها ما تقدرش تبدل قدام الرجال هنا، وهاد الناس الله يهديهم ولا بيبنوا شي حاجه يبنوا شي حاجه معقوله ويبنوا شي حاجه تكون مزيانه اللي تزين مدينه انزا ماشي تخرب مدينه انزا، كيكون هما كيحيدوا العشوائي كيحيدوا البرارك وبانين براكانه راه حشومه كاع، راه كيهضر عليها ماشي غير اكادير راه شحال من مدينه كتهضر عليها، وهاد الناس الله يهديهم وصافي هادشي اللي غنقول لك اخويا. جو فيان شاك اني او ماروك انزا كي ما فيل ناتال، اي اون ا توجور بليزير دو ريفنير ايسي باسكو فوالا يا نو فامي لا ستاسيون سي ان ستاسيون بالنيير كي ديفيان بالنيير، دونك كي دي بالنيير ستاسيون بالنيير دي با توريست كي فيان ا شاك فوا كي اتير دو موند دي كافي كي سي ديفلوب، اي دونك دو كو اون ا بيزوان دانفراستركتور ستادير دي تواليت respectable, honorable et des douches aussi parce que ça peut servir et pour les Marocains, les locaux et aussi pour les touristes et les étrangers pour pouvoir attirer un peu plus de monde et surtout il y a une question de dignité de l'homme dans cette affaire, c'est-à-dire que on peut pas accueillir des gens et pas leur donner tout le confort qu'un touriste peut avoir et pour les locaux aussi hein, pour les habitants d'Anza aussi faut les respecter, faut construire quand même des infrastructures honorables, respectables, telles que des douches, des toilettes, quelque chose qui reste du minimum pour l'humain. من حقكم انكم تبنيو التواليت عشوائيه، من حقكم انكم تبنيو مرحاض بدون معايير في ظل عدم المراقبه، عدم الوضوح، عدم الرؤيه، هذاك كما كنقولوا سوقكم وشغلكم هذاك، ولكن باش يتم البناء ديالو والهدم ديالو والرمي ديالو بهذه الطريقه وفي هذه المنطقه، هذا ما نقدروش نسكتوا عليه وما غاديش نقدروا ندوزوا لكم هكاك. كما كتعرفوا بان الشاطئ ديال انزا كيعرف واحد الاكتظاظ كبير ديال السواح، حشومه انكم تشوهوا انزا بهذه الطريقه هذه، اقل حاجه احترموا الساكنه ديال انزا، احترموا الساكنه ديال انزا وما تضروهاش اكثر ما ضريتوها، راه هادشي اللي كديروا فيه راه ماشي في المستوى ان حتى حاجه المنطقه ديال انزا ما استفدت والو. المنطقه ديال انزا كانت كتعاني ومازال كتعاني، عانت التلوث، عانت شحال مجموعه ديال الامور، كنقول لكم في هذا النهار هذا نصفوا هاد الناس، نصفوهم، عطيوهم حقهم في التنميه، عطيوهم حقهم في مجموعه ديال الامور، كنجيو كنلاحظوا الشاطئ ديال انزا محروم من الانشطه لا ثقافيه لا رياضيه لا اجتماعيه، محروم، ما كاين خيمه طبيه، ما كايناش الولوجيات اللي غادي تراعي ذوي الحاجه، ما كاينينش، هادشي راه عيب، التهيئه ديال الكورنيش اللي كنسمعوها شحال من عام هذه مازال لحد الساعه مازال ما كاين فيها والو، كنطلبوا المسؤولين بان حان الوقت الالتفات ديال المنطقه ديال انزا. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.